أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك أولا. كلنا نعرف ما هي مرحلة المراهقة في حياة الإنسان، ولكن ماذا بشأن ما يتناوله أبناؤنا وبناتنا في مطاعم الوجبات السريعة التي انتشرت بكثرة في مجتمعاتنا العصرية؟ ما هي الأطعمة السريعة؟ وما هو تعريفها؟ ففي العادة يشير هذا المسمى إلى الأطعمة المعالجة أو المعدة مسبقاً كالبيتزا والبرجر وما إلى ذلك، فجميع هذه الأطعمة تحضر بسرعة قبل تقديمها. وفي حلقة اليوم سنعرفكم أكثر على ماهية هذه الأطعمة ومكوناتها، إذ يتضمن العديد منها مستويات مفرطة من الدهون وملح الطعام، قد يكون لها مخاطر صحية عديدة تؤثر سلباً على حياة أبنائنا. من المعروف أن مطاعم الوجبات السريعة تقدم قائمة طويلة من خيارات الأطعمة السريعة، ولأن هذه الوجبات جاهزة على الدوام ويمكن التهامها خلال دقائق معدودة، فأننا نميل إلى استهلاك المزيد والمزيد منها، وهذا لا يقتصر على الكبار فحسب، بل والمراهقين أيضاً. ولو ازداد وزن أحدنا بمعدل 30 جرام يومياً فقط بفعل تناوله لهذه الوجبات السريعة، فإن ذلك يعني زيادة وزنه بنحو 10 كيلوغرامات في السنة، وهو أمر يصعب تخيله أو حتى تصديقه. ولكن مع تقديم المطاعم لكمية مفرطة في الوجبة الواحدة مقابل مبلغ زهيد، فيجب علينا أن نتوقع الأسوأ على صعيد السمنة. ربما اعتدنا في السابق على أن يكون المراهقون أصحاء وقلما يتعرضون للإصابة بداء السكري، ولكن هكذا كان الحال عندما كان المراهقون يتناولون الأطعمة التقليدية المعدة بمنازلهم، بيد أن ثقافة المطاعم السريعة غيرت هذا الحال وبات طبيعياً أن نشاهد الكثير من المراهقين المصابين بداء السكري، وأصبح هؤلاء مضطرون لتناول العقاقير الدوائية وحقن الأنسولين طوال حياتهم. ولكن إذا ما أحسننا اختيار الأطعمة المناسبة لهم والإحاطة بالمخاطر المنطوية على تناولهم للوجبات السريعة، فقد نتمكن من تجنيبهم الإصابة بداء السكري. عزيزي المشاهد، تجنب وجنب أبنائك الأطعمة السريعة وتلك الغنية بالدهون، تناول العصير الطازج وفضله على المشروبات الغازية، قلل من تناولك للملح وتجنب الحلويات الغنية بالسكر والزبدة، أكثر من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة، ومارس الرياضة فهي الحل الأمثل لحرق السعرات الحرارية الفائضة، ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.